طبعا الجمل اللي هتطير، بس انا كنت مفترض ان هي في الهيستوري موجوده يعني، فانا ما تنسوش ان قبل ما اقفل ناخدها عشان تروح. طيب فانا لو جيت هنا قلت له ماشي، انا قلت له انا محتاجين الرانك بس from a teacher، بس محتاجين ان الرانك ده يكون ايه، يكون بدون duplication. وكان في ناس بتقول هنا من شويه ايه distinct، صح؟ هي distinct، distinct يعني بي ان انت تشيل ايه اي شيء متكرر عندك. فلو جينا جربنا كده هلاقي بس في بروف، دكتور، ودكتور، ومستر، وفي نال. دول اللي هي الاربع انواع اللي ايه اللي موجودين عندنا في الداتابيس. طيب خش على اللي بعده. اللي بعد كده بنتكلم على الوير. الوير خلاص كده خلصنا الحاجات الاساسيه اللي موجوده في في السلكت، ماشي، الحاجات الاساسيه يعني. نعم، لا دول قصه ثانيه، دول مع الاجريجيشن ما يجوش هنا، انك هتضطر تخش معاهم مع جروب باي، دول اجريجيشن فانكشن، تمام، ليهم شغل ثاني يعني. فلو انا جيت قلت له انا عاوز النيم والسالري مثلا والرانك اي حاجه والسيتي اي شيء، وتعالى بقى نخش في الويل مثلا، او خليك سيتي، خليك مثلا في الجندر مثلا. قلت له عايز اجيب كل مثلا الاناث عادي، فانا هقول له وير ان الجندر يكون ايكوال مثلا اف، تمام. وجيت قلت له جو، فالمفترض ان هو يطلع لي بس الايه السيانات الموجوده في الداتابيس، ماشي حلو. ده اول حاجه في الوير. طبعا احنا عندنا في اللي احنا قلناه من شويه ده، مش معقول الاكزامبل اللي احنا لسه عاملينه من شويه، استخدمنا مع الوير دي ايكوال، وايكوال هنا كاوبريتور معناه ان احنا بن ايه بنعمل حاجه اسمها الكومباريزون اوبريتورز. الكومباريزون اوبريتورز فيها انواع، تمام، انواع كتير مشهوره يعني، وانواع كتير جدا جدا، هي شغل اصلا كتير جدا في الـ في الاس كيو ال كانواع يعني للكونفرجن اوبريتورز. اشهرهم طبعا اشهرهم اللي هو لا يساوي، ساعات بنكتبها كده لا يساوي، تمام. ايه تاني؟ عشان كل واحده من دول ليها شغلها، وفي حاجات ليها تفصيل اكتر من كده يعني. في عندنا الاكبر من والاصغر من، ها، واكبر من او يساوي، طبعا يساوي ده من على ناحيه اليمين، واصغر من او يساوي. وعندنا ايه تاني؟ عندنا لا يساوي، عندنا ليس اكبر من، دي سيبك منها دلوقتي، هي نفس قصه اكبر من او يساوي واصغر من او يساوي، نفس العلامتين اللي فوق بس يعني شاذين شويه. خلينا في دول العلامتين الاساسيين دول، يعني دول ممكن تشيل العلامه اللي بيساوي وتحط قبل العلامه علامه تعجب، فتبقى نفس المعنى بس شاذين شويه. في عندنا حاجات تانيه مشهوره زي البيتوين، خلاص، وبتكتب هنا الاكسبريشن الاولاني اند الاكسبريشن ايه التاني، صح، دي بتوين. في عندي از نل، وممكن هنا اوبشنال تكتب نوت، هتبقى از نوت نل، تمام، او از نل اللي انت عايز تعمل ايه. صح، بنحطها دي بالذات ما بننساش نوت، طبعا مع ان ممكن تحط نوت مع اي حاجه من الحاجات، لان دي الوحيده اللي غبيه شويه، ان النوت جايه في النص معرفش ليه، فكانت المفروض ان هي تبقى ماشيه زي كبروجرامنج يعني او كبرمجه، تبقى جايه في الاول على طول، تنفي الايه؟ تنفي الشرط على طول، فهي لا دي جايه بقى از نوت نل، فبتنفي النص ما بين الاوبريتور ذات نفسه، فعشان كده بتعمل يعني ربكه للمعتاد. يعني زي كده مثلا لو قلت لايك، فانا مش محتاج اقول لك ان في نوت لايك تمام مفهوم، لكن الثانيه هي اللي فيها بس الايه اللخبطه يعني. طب وفي عندنا ان، طبعا كل واحده من دول عايزه 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 يعني امثله وشغل وكلام زي كده. نكملهم، خلينا نقولهم كلهم كده، وبعد كده نبقى نقول نمسكهم واحده واحده نشتغل عليهم يعني. في عندنا اوبريتور اسمه ان، وده برده مشهور ومهم جدا، وبحط هنا اكسبريشن مثلا، وبقول ان هو يكون برده عندي هنا ممكن تحط النوت وان، وبحط هنا الايه؟
الفاليو الاولى كوما الفاليو الايه الثانيه والى اخره، تمام؟ فبقى معناها هنا ايه؟ بقى معناها هنا في الان معناها اور، هنشوف ازاي مع بعض. بقى معناها هنا بالنسبه لنا عمليه اسمها اور يعني. وفي عندنا كمان اوبريتورز مهمه جدا اللي اسمه ايه؟ ساعات هتلاقيه مشهور في بعض الحاجات الثانيه اسمه صم، بيمشي برضه ماشي الحال. لقيت اني لقيت صم هي بتدينا نفس الشغل، تمام؟ وفي عندنا اوبريتور ثاني اسمه اول، وعندنا اوبريتور ثاني مشهور برضه اسمه اكزيست، تمام؟ دول الكومبارزن اوبريتورز الاساسيه، دول الكومبارزن اوبريتورز الايه؟ الاساسيه اللي هي موجودين في كل الاس كيو ال عموما وبنشتغل عليهم. ففي جروب الاولاني ده الجروب الجميل ده، ده الجروب اللي هو البسيط ده، اكبر بيساوي لا يساوي، اكبر من اصغر من، اكبر من او يساوي اصغر من او يساوي، خلاص. تمام، دول بتوع الكومبارزن العاديين. طب لو احنا حبينا ناخد منه مثلا كمثال كده سريع، فلو قلت له مثلا السيتي، ما اعرفش انتوا شايفينه كويس ولا ها؟ ليه؟ عاجبه الخط ولا الوش؟ للاسف هو انا هعمل كده. ده كويس؟ الكلام طوب على البتاع. ماشي ماشي الحال. ايه؟ كل ده بترضى بقيلك؟ طيب. كنا بقول ايه؟ سيتي مثلا، فانا طبعا لو حبيت اقول له لا يساوي مش مشكله. لو قلت مثلا جيزه، الجيم مش الجندر اكيد يعني. طلع كل الناس. ايه؟ ايوه انتوا سامعيني ولا مش سامعيني؟ ما انا حسيت ان انتوا مش متواصلين معايا خالص دي. قول طبعا لو احنا كاتبين الجندر تنفع؟ عادي تنفع طبعا عادي، هيطلع كل الناس مش هي مشكله خالص، على اساس ان هم الميل والفيميل الاثنين مش جيزه، فمش مشكله يعني. ف لو حطينا سيتي اهي، فما فيش مشكله ان احنا نقول لا تساوي ايه، فيطلع لي بقى نيو كايرو وهليبلس ومش عارف ايه. ماشي حلو. طب لو احنا عايزين احنا وشغالين كده